في لقاء اليوم. ألو صباح الخير. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. صباح النور. صباح الأنوار. الله يلا خديجة 9 شهور هذه وأنا تتقاطع الاتصال وأنا نشاركوا دائما وأنا الخطوة لك يتشد لينا 9 شهور هذه غادي صعب. ايوا جدي نقول لك غير قبلي علينا وصافي. لا لا والله العظيم دائما التليفون سبحان الله ولا كيبغي يتشد ليا هذا الخط ما شاء الله وصافي. كان في الاول كيتشد ليا بزاف ما عرفتش شنو قالوا مع قلعه الصراغنا. لا لا بالعكس كل خير الحمد لله مع قلعه الصراغنا ومع لالا بشرى غير هو راه كيعرف الضغط على الخطوط شي شويه. طبيعة الحال طبيعة الحال اللي في كتيف ديال الاتصالات الصباح. نعم اليوم غادي نعطيكم الشهيوات الخليع ديال الخليعه هذا كيتصاوب في الدار هذا ما كنحتاجوش نخليو اللحم حتى كيبس. نعم كيجي جد رائع. واخا ناخذوا معك المقادير لالا بشرى. غادي نشدو ما نقدروش نعطيو كيلو نعطيه على حساب ديال 5 كيلو ديال اللحم لانه ما تيكونش فيه خص يكون زاد الكونتيتي. نعم نشدو نغسلو مزيان نديروه في واحد نشدو واحد البانيو على هذا القياس ديال 5 كيلو. غادي نشدو 6 المعالق ديال القزبر اليابس. 6 المعالق نعم ديال القزبر اليابس مدقوقين. غادي نديرو فيه 3 دروس ديال الثومه 3 الكركوبات ديال الثومه 3 الكركوبات ديال الثومه. قرعة ديال الخل صغيرة كاملة. نعم قرعة ديال الخل. السيدة اللي بغات تعبر غدير داك الكاس ديال العنبة. غدير كاس ونص. كاس ونص. غادا دير مقياس ديال 4 المعالق كبار ديال الكمون تا هو مطقوق. نعم 4 المعالق كبار ديال الكمون. غدير الملح. الملح. غتشد هادشي كلو كتخلطو مزيان مع داك اللحم. وغتشدو غديرو في واحد البانيو وغتغطي في واحد الميكات السيليفون تدخلو الثلاجة تخليه لمدة 3 أيام. 3 أيام وهو مرقد. بطبيعة الحال وكل يوم كل نهار تشدو تقلبو. نعم باش يشرب مزيان ديك الفورمولا. بطبيعة الحال ما تخليش اللحم معاها هكا تشدو تزوت عليه وتخليه. نعم كل نهار تقلب. النهار الثالث غتشدو غتشدو غتسيب غتسيب بطبيعة الحال الكمية البانيو عمر نصه بالماء. نعم يعني الماء تلقى اللحم والملحة تلقات اللحم. غتزعي الحيمات وديك الشرموله اللي فيها ديك اللحم وداك الماء كترميه ما غاديش نديرو. وغادي نشدو غادي نديرو فوق البوطه ونقصو عليه عاود ثاني البوطه. وغادي نحسو بانه مازال كيزيد يطلق الماء وحنا كنقليو وحنا كنقليو حتى يتشرب اللحم مزيان بداك الماء. نعم. عاد نزيدو الزيت. يعني الزيت في الاخير. نعم يعني يطيب في داك الماء وفي ديك الشرموله مزيان عاد من بعد نضيفوا الزيت حتى كنشوفوا داك الحيمات نشوي شويه. عاد نزيدوا الماء ونبقى عاد نزيدوا الزيت عفوا ونبقاو نقليو مزيان في الاخر نبلو بحال كنبلو اللحم عادي. نعم. ونخليه حتى كيطيب ملي كيطيب حتى كتوقف لينا هذيك الحيمات على الزويته. نعم. نحطوا ديك الطنجره ديالنا حتى كتبرد تماما في العشيه كنحسوا راه لي دامي بس عليها تماما. كنشدو كتقعد السيده على الخاطر وكتبقى تقصو كتقطعوا طريفات صغيورين ولا كتحلوها كخيوطه بحال شكل القليع ديال الزنقه. وكدير الشكل اللي بغات مثلا تهز قياس ديال المغرفه ودير في ميكات لي صالحين ديال الكونجيلاتور وتدخلهم الثلاجه الكونجيلاتور. نعم. وقت ما بغات وقت ما بغات شي ميكا كديرها في شي طويجين وتفقس عليه البيض مع شي فرات ديالها تاي متكتك واعر وهذاك بالصحه والراحه. لكن ممكن نعطيكم الخليع ديال الزنقه يعني باش يعرفوا الاختلاف ما بين الخليع ديال الدار والخليع ديال الزنقه. هذا حد كيتصاوب باللحم خضر. نعم واخا يعني ما كنحتاجوش نخليو اللحم حتى كيبس لينا يولي لنا قدي. واخا ديال الزنقه كناخذوا نفس المعايير نفس المقادير. نعم. وكنزيدوا الا البزار وكنزيدوا شويه سكنجبير مع اللحم وكنخليو اللحم حتى كيبس لينا ويتقدد لينا. ملي كينشف وحتى كينشف وكيتقدد كنشدو لالا مولاتي واحد الطنجره كنعمروها بالماء كنصوها بالماء. كنديروا فيها الشحمه تاعت الكلوه وكنديروا كنخليوها حتى كتغلى مزيان. القياس ديال 5 كيلو اللي عطينا كنديروا معلقه كبيره فقط هذا هو الفرق في الاختلاف معلقه كبيره ديال القزبر اليابس وواحد المعلقه تاعت الكمون وكنخليو داك الطنجره حتى كتغلى هي اللي كنزيدو عليها داك الخليع. نعم ملي داك اللحم ملي كنزيدو عليه اللحم كنخليو على سنه حتى كيدخل فيه
وعدت لوط ديال الطياب عاد كنزيدو الماء عليه الزيت البلديه. نعم. يعني ما كنديروش الزيت في الاول. يعني نفس الطريقه حتى دخلي على الاولي. اه طبيعه الحال. علاش الطريقه ديال الزيت هذه طريقه بروفيسيونيل حتى كيتعزل الليدام كله اللي كيخرج من اللحم وكيتعزل داك الشحمه حتى كدوب وكنشوفوا القياس ديال الزيت اللي بغينا باش ما يجيناش داك ما يجيناش عاود ثاني داك الخليع كله يدام. نعم. يعني يجينا باش يجينا شويه ثاني غزال. نعم. عاد كنبقاو نخليو داك الشيء كله حتى كيطيب على الخاطر وكيوقف على الزويته ديالته. وبطبيعه الحال حتى العشيه في العشيه اللي كنحسوا كنشوفوا اللحم راه تعزل لينا الليدام كيبقى حتى هو وها هو الخليع ديال الزنقه هو هذا راه كيجي رائع احسن ديال الزنقه كاع. تبارك الله عليك لاله بشرى. ما عندي ما نقول كنحيوك كثير وشكرا لك على مشاركتك معنا وفعلا يعني